اعتلى امبراطور اليابان الجديد الامير ناريهيتو العرش في احتفال رسمي اقيم اليوم غداة تخلي والده الامبراطور السابق اكيهيتو عن العرش. وفي اول خطاب له بعد جلوسه على العرش تعهد الامبراطور الجديد بالعمل كرمز للأمة ووحدة شعبها. تنازل الامبراطور اكيهيتو والامبراطورة ميتشيكو عن العرش امس الثلاثاء بعد 3 عقود في مراسم قصيرة وبسيطة وجه فيها الامبراطور السابق اكيهيتو الشكر للشعب الياباني وقال انه عمل من اجل احلال السلام في بلاده وفي المنطقة. هذه هي المرة الاولى منذ 2 قرن متتاليين من الزمان التي يتنازل فيها الامبراطور الياباني طوعا عن حكمه.